والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Find the number of forms in the document هنمشي بنفس الآلية علشان نقدر من خلالها زي ما نحاول نجمع أو نحصي عدد الفورمز اللي موجودة في الدوكيومنت بالكامل. فعلشان أشغل المثال أنا هشغله برضو على الماي فانكشن بتاعت البوتون وعندي فورم واحد واحد بس في انبوت واحدة وفي زرار. تمام هروح على السكريبت تبعي وكنت بقول اني ايه موجود برضه في نفس الكيفيه دوت جيت اليمنت واي دي عايز ايه انا انادي على المستند اللي هي انادي على المستند عشان عايز اجيب عدد الفورمز الموجوده في الدوكيمنت كله فلازم انادي على مين انادي على الدوكيمنت عايز ايه من الدوكيمنت عايز انادي على الفورمز جميل انت عايز ايه من الفورمز عايز اجيب عددها زي ما انا جبت عدد اللينكات فكنت بقول لينكس بجيب عدد الروابط اصور في الروابط كنت بقول لينكس نفس الفكره في الفورمز انا عايز برضه لينكس عايز اجيب الطول بتاع طب لو انا عملت مثلا كنترول اس هنا ورجعت للدوكيمنت بتاعي عملت ريفرش ضغطت على شو هيقول لي واحد لان انا ما عنديش غير فورم واحد واحد بس لو انا مثلا مسكت الفورم ده كله وعملت له كات كنترول اس ورجعت تاني عملت شو هيقول لي زيرو لان انا كده ما عنديش اساسا اي فورمز في الدوكيمنت بتاعي لو انا رجعت مره ثانيه عملت كنترول في انتر كنترول في كده بيجي عندي اثنين فورمز ورجعت للدوكيمنت عملت شو هيقول لي اثنين وهكذا ده بالنسبة للينث بتاع الفورمز يا رب وفكرة الله محفوظ سبحان الله ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نصر الروح وأنت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.